تعرض المتاحف الأثرية المصرية عددا من القطع الأثرية خلال شهر مايو تم اختيارها وفقا لتصويت المتابعين بالصفحات الرسمية للمتاحف، من أبرزها لوحة جنانيار هانم التي يعرضها متحف المركبات، ويعرض متحف سوهاج تمثالا مزدوجا لرئيس العمال من عصر الأسرة السادسة من الدولة القديمة، كما يعرض متحف الغردقة تمثالا صغيرا من الحجر الجيري الملون لرجل يطحن الحبوب من عصر الدولة القديمة.